شرع الآن في بيان أسباب التحريم وهي المادة 21. قال أسباب التحريم قسمان. الكلام واضح أحبابنا، يعني إن شاء الله بيكوننا. أسباب التحريم قسمان: مؤبدة ومؤقتة. فالمؤبدة هي القرابة، المؤبدة هي القرابة، كأن تكون أم، خالة، أخت، عمة، جدة. والمصاهرة، المصاهرة يعني أم زوجتك، زوجة ابنك، هذه مصاهرة. والرضاع، أنت رضعت من امرأة حرم عليك أصولها وفروعها، أصولها وفروعها، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أحسنت، ذاكر منيح اليوم أنت. قال والمؤقتة، الحرمة المؤقتة هي الجمع بين محرمين، الجمع بين محرمين يعني بين أختين، بين أخت، بين بنت وخالة، بين بنت وعمة. والجمع بين الأجنبيات زيادة على أربع كذلك لا يجوز، هذه حرمة مؤقتة. أنت بتزوج أربع نساء، أعجبتك فلانة، لا يجوز لك أن تتزوجها حتى تطلق واحدة من الأربع وتعتد هذه المطلقة وتخرج من العدة، بعدها إيش؟ تتزوج الخامسة، لأن ما دامت العدة موجودة أنت العلاقة الزوجية قائمة بينكما. واضح الكلام أحباب؟ قال وعدم الدين السماوي، كأن تكون مجوسية أو مثلا وثنية، لا يجوز الزواج منها، وهذه محرمة مؤقتة، إن قد تسلم بعد ذلك. والتطليق ثلاثا، هذه حرمة مؤقتة، طلقتها ثلاثا، تزوجت غيرك، طلقها، اعتدت، ترجع لك. وتعلق حق الغير، حق بالكسر ليس حق، وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة، زينب تزوجها خالد، لا يجوز لك أنت أن تخطب زينب هي متزوجة، هذه حرمة مؤقتة. أو مات خالد هي في العدة، لا يجوز لك أن تعقد عليها، إذا عقدت عليها فالعقد فاسد. قال وأسباب، شرع الآن في بيان هذا الكلام، قال وأسباب تحريم المرأة على الرجل تنقسم إلى قسمين: مؤبدة أو مؤبدة صح الوجهان، ومؤقتة أو مؤقتة. فالمؤبدة، الحرمة المؤبدة تنحصر في ثلاثة أنواع: المحرمات بسبب نسب، أولا، الثاني المحرمات بسبب المصاهرة، الثالث المحرمات بسبب الرضاع. والمؤقتة تنحصر في خمسة أنواع، الحرمة المؤقتة تنحصر في خمسة أنواع. النوع الأول حرمة الجمع بين المحارم، بين الأختين، بين الأخت وعمتها، بين البنت وعمتها إلى آخره. الثاني حرمة الجمع بين الأجنبيات زيادة على أربع. الثالث عدم الدين السماوي، والرابع التطليق ثلاثا، والخامس تعلق حق الغير بزواج أو عدة. والأصل في هذا قوله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء الآية، وآيات أخرى سترد عليك إن شاء الله تعالى، ولنذكر لك كلا منها على حدته. الآن سيذكر لنا
كل نوع من أنواع المحرمات مفصلا.